السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده نوع مكرونه ايطالي سريع جدا سهل جدا. اي يوم مالكيش مزاج تطبخي، مش عايزه تخش المطبخ، مش هياخد منك غير 5 دقايق بالظبط. شايفين شكله وطعمه جميل جدا وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي دول 4 كوبايات ميه، عليهم ورقه ماجي، ورقه مرقه، وعلى النار يغلو. عندي بطاطسايه و4 طماطمات وبصلاية و3 4 فصوص ثوم، وعندي ربع كيلو مكرونة. ده ربع كيلو للمكرونة اللي قدام. هقطع البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قشرت البطاطس طبعا، وهقطعها مكعبات. نوع المكرونة ده جميل جدا، طعمه جميل جدا، وما بياخدش وقت وما بياخدش مجهود وما بياخدش. هتشوفوا انتوا دلوقتي هتتعمل ازاي. موضوع سريع سريع، ما فيش فيها اي مشكلة. هيلم معاكي على طول الغداء او العشاء زي ما انت عايزها. يعني قطعت البطاطسيات مكعبات زي ما انتوا شايفين، عادي خالص اهوت. والبصلاية هقطعها برضو سلايس. في انواع كتيره مكرونه ايطالي بتتعمل، بتبقى كويسه جدا وسريعه جدا طالما حاجتها جاهزه. يعني مش شرط حتى ده، حتى المكرونه دي مش هنسلقها يعني. هتشوف، لان الموضوع سريع جدا زي ما قلت لكم، نوع اللي هو عايزه تلم بيه الدنيا يعني. وده فعلا نوع ايطالي، مش افتكاسه او حاجه يعني. اهو تقطعنا البصلاية، هنحطها على البطاطس. يعني النوع ده اللي ناقصه بس الريحان. انا ما كانش عندي ريحان فما حطيتش عليه، هو بياخد شوية ريحان عليه. ومتشكرين على كده. هقطع برضو الطماطم مكعبات زي ما انتم شايفين اهو. 4 طماطمات هقطعهم 4 طماطمات صغيرين، يعني 2 كبار. طبعا الحاجات دي ما فيش فيها مقادير، بس انا حابب اقول لك يعني على الكميه اللي انا اشتغلت بيها. انا المكرونه دي ربع كيلو، والبطاطس اللي اتقطعت دي كانت ربع كيلو على فكره برضو. والميه اللي على النار 4 كوبايات، 4 كوبايات شاي، وخدتهم كلهم. قطعت الطماطم قطع صغيره واحطهم على البطاطس والبصل. بقى عندي التوم. التوم احسن حاجة له لفرمه بالشكل ده، انك تتك عليه بالسكينة كده. وبعدين شوية ملح عليه عشان ما يجريش من السكينة، واشتغلي فيه خلاص. مش هياخد معاكي خبطتين تلاتة بالسكينة، وهتلاقيه ناعم وزي ما انت عايزه. اهو تهرسي كده على البلانشة بتاعتك. كل البيوت فيها بلانشة الوقت، ما عادش الكلام ده اهوت. وهنحط عليهم التوم. تمام. هندي معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة، معلقة بابريكا، فلفل الاحمر اللي هو البارد. وهقلب الخليط ده كله ببعضه. خلي بالكم انا ما اديتش ملح، لان حاطط مرقة في المية. الملح بخليه للاخر خالص علشان اظبط بيه الطعم. قلبت الخليط كله مع بعض اهو زي ما انتم شايفين، بطاطس وبصل وطماطم وتوم وفلفل اسود والبابريكا مع بعضها. احط عليهم المكرونه زي ما انتم شايفين كده، وهقلب الخليط ده في بعضه. فعلا نوع جميل وطعمه جميل، والكميات اللي موجوده يعني. عايز تزود البطاطس، عايز ما تقدرش تقلليها اكتر من كده. لو عايزه تزوديها يعني، ده ربع كيلو هيعمل قالب بايركس كبير يعني، ربع كيلو مكرونه اهوت. هجيب الصينيه بتاعت اللي هتخش الفرن او البايركس او انت هتسوي في ايه اهوت. هفضي المكرونه بتاعتي كلها فيها كده. تمام. زي ما قلت النوع ده ناقصه بس شوية ريحان، هيتقطعوا ويتحطوا معاه دلوقتي. ادي الخليط بتاعي.
وادي الميه على النار كانت غلت خلاص وشلتها، هبدأ اديله الميه بتاعته، ده زي ما قلت 4 كوبايات ميه، دي ميه فيها مكعب المرقه، تطعيم يعني مش اكتر. وهنسقي المكرونه بتاعتنا، عايز الميه تبقى فوقها 0.5 سنتي، زي الرز كده. هدي الميه لحد ما المكرونه تعوم في الميه، يعني على كده اهيت، قلب تقليبه كويسه كده، نوت شكل شكلها جميل والله. هرش على الوش شويه جبنه، عندك اي نوع جبنه، موزاريلا ماشي، جبنه رومي ماشي، النوع اللي عندك جبنه رومي او موزاريلا، رش شويه على الوش، ما عندكش جبنه ما حصلش حاجه، وعلى الفرن على طول، ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن، على فرن عالي طبعا، جبنة سايحة على وشها ومستوية وجميلة جدا وطعمها جميل جدا اهيت، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نقرب عليها الـ الكاميرا شوية، نشوف تشوفوا شكلها، فعلا طعمها جميل والله. واستعمل اي نوع مكرونة الا الاسباجيتي، الاسباجيتي هتبقى صعبة شوية، المكرونة الاقلام ديت او الصغيرة او اي نوع مكرونة عندك، وإن شاء الله تعملوها وتعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.